سعاده واحتفالات هستيريه عند كل جمهور الاهلي بعد الفوز على الاتحاد بنتيجه 3-0 وحزن كبير جدا عند كل جمهور الاتحاد النهارده بعد الهزيمه من الاهلي على استاد برج العرب. خلينا نكلمكم على كواليس اللقاء اللي كان من الاول كده في حاله من الود والروح الرياضيه اللي بدا يتوجه جهاز الاتحاد بالكامل بقياده الكابتن عماد النحاس ويسلمه على كل دكه الاهلي من قبل بدايه المباراه. طبعا الجمهورين ما بيبطلوش هتافات ودعم لكل لاعبتهم من قبل بدايه اللقاء. لكن خليني اقول لكم ان النهارده المدير الفني للمنتخب الوطني متواجد في المدرجات وبيتابع كده يعني مباراه منتخب الشباب في نهائي البطوله العربيه مع منتخب السعوديه وبيبدا على طول يتابعهم في الموبايل كده هو واحد مساعديه. لو كلمتكم على اجواء المباراه النهارده جمهور الاهلي وجمهور الاتحاد، جمهور الاهلي من اول اللحظات كده وهو بيهتف بشكل دايم وبشكل مستمر لكل لاعبته، هتاف دايم وهتاف مستمر من كل جمهور الاهلي لكل لاعبيه، وده اللي بيعمله جمهور الاتحاد، هتاف دايم وهتاف مستمر من كل جمهور الاتحاد لكل لاعبيه من اول لحظات المباراه كده. لكن خليني اقول لكم اللي من اللحظات الاولى وكان في شد على دكه الاتحاد، الكابتن عماد النحاس بدا يطالب كده مساعدين اللي هو كله يرجع ومحدش يعترض خالص، وهو الوحيد اللي يتكلم مستر ريكاردو المدير الفني الاهلي على طول واقف وعلى طول بيتكلم مع لعيبه الاهلي. لكن مفيش 10 دقائق وبدات تحصل مدرجات يعني ازمه في المدرجات بسبب يعني الترومبيطه كده، دخل ترومبيطه الجمهور الاهلي ما كملتش معاهم بالظبط 5 دقائق او 7 دقائق وبدا بقى على طول جمهور الاتحاد يحصل ازمه كبيره جدا وبداوا يقوموا وبداوا يهاجموا مسؤولي الاتحاد بشكل قوي جدا وبداوا يهتفوا ضد اعضاء مجلس ادارتهم بشكل كبير جدا وبدا يكون الغضب ظاهر عليهم وبدا اكتر من حد من اعضاء مجلس الاداره ينزلهم على طول عشان يتكلموا معاهم عشان يهدوهم وبدا على طول اكتر من حد يطالب جمهور الاهلي بعدم استخدام كده الترومبيطه عشان يكون في عداله ما بين الجمهورين اللي كان باين الغضب الكبير جدا على كل جمهور الاتحاد. وبدا بقى جمهور الاتحاد اثناء الغضب دوت يهتف ضد الاهلي ويهتف ضد جمهور الاهلي، لكن جمهور الاهلي كان بيواصل الهتاف للاعبته والفريقه وبدا على طول يستجيب جمهور الاهلي لعمليه المطالبه بعدم استخدام الترومبيطه وفعلا خلاص بداوا يسكتوا خالص وما عادش حد يعني بيستخدم الترومبيطه وبداوا يكملوا الهتافات. الازمه فضلت مستمره لحد نهايه الشوط الاول كده عند جمهور الاتحاد اللي كان غضبان جدا وكان متضايق جدا وكان باين عليه يعني الضيق الكبير بشكل قوي جدا وبداوا على طول بقى يعني السعاده تظهر بقى على دكه الاهلي وعلى كل لعيبه الاهلي اللي بداوا يحتفلوا بشكل كبير جدا بعد الجون الاول للاهلي واللي بدا احمد السيد كده يعني لاعب الاهلي يعني من الناشئين يتوجه بقى لناحيه الجمهور وبدا يحتفل معاهم وبدا يظهر عليه السعاده الكبيره جدا وبدا الكل يحتفل معاه سعاده كبيره وسعاده هستيريه على بيرستا. وبقى بعد ما جه الجون الثاني للاهلي بدات يظهر عليه السعاده وبدا يتجه كده للاعبي الاهلي وبدا الجميع يحتفل وبدا الجميع يظهر عليه السعاده الكبيره جدا. الصدمه القويه جدا بدات تظهر بقى على جمهور الاتحاد اللي قاعد في المدرجات واللي بقى وقف الهتاف خالص من اول لما الازمه حصلت وبدا الجمهور يوقف الهتاف وبدات بقى الصدمه تظهر عليهم يعني الكل واقف متضايق الكل واقف غضبان بشكل كبير جدا. الغضب دوت بدا ينعكس يعني عليهم بقى اول لما انتهى الشوط الاول الكل بدا يهاجم لعيبتهم كده بشكل قوي جدا وهم خارجين وبدا يظهر عليهم الغضب واليعني الانفعال الكبير جدا من كل جمهور الاتحاد ضد لعيبته وبدا على طول بقى يهاجموا. الكابتن ابراهيم نور الدين حكم اللقاء بشكل قوي جدا اثناء خروجه وبدا اكتر من حد كده يحاول يهديهم. جمهور الاهلي طبعا بيحتفل بشكل قوي وبيبدا يظهر عليه يعني الاحتفال والهتاف بشكل دايم. الشوط الثاني هو شوط التفاعل الكبير جدا، لكن خليني اقول لكم ان الشوط الثاني كان بدايته بقى بدايه صدمه كبيره جدا على كل جمهور الاتحاد. اول لما الاهلي خطف جون كده يعني في الدقيقه 49 وبدات بقى الصدمه الكبيره جدا تظهر على الكابتن عماد النحاس اللي واقف مصدوم بشكل قوي واقف منفعل وغضبان جدا وبدات بقى السعاده تظهر على كل دكه الاهلي اللي كل بيحتفل وكل جمهور الاهلي بقى اللي احتفل بشكل كبير جدا. الغضب القوي جدا بدا بقى يظهر على كل جمهور الاتحاد اللي بدا بقى بعد الجول الثالث على طول يهاجم الكابتن عماد النحاس في لقطه يعني كده يعني حزينه جدا. بدا جمهور الاتحاد يطالب كابتن عماد النحاس بالرحيل وبدا بقى الكابتن عماد النحاس يرد عليهم كده ويقول لهم حاضر وبدا على طول يطلب منهم يعني السماح وبدا يعتذر لهم كده ويقول لهم يعني حاضر همشي وبدا يقول لهم شكرا ليكم. وبدا الكل بعد على طول رد الكابتن عماد النحاس بداوا الكل يسكت ما عادش حد يعني بيهاجم في المدرجات. غضب باين طبعا على كل دكه الاتحاد اللي واقفه ومصدومه الكل باين عليه اللي هو حزين بشكل قوي جدا. سعاده بقى باينه على كل دكه الاهلي اللي بدا على طول الكابتن سامي قمصان كده يمسح اليو ديانج اثناء خروجه بدا يظهر عليه السعاده وبدا يضحك ويدخل معاه في وسط هزار كده اثناء خروجه. طبعا جمهور الاهلي النهارده ما بيبطلش هتاف، لكن بقى بدا جمهور الاهلي بعد الجون الثالث دوت يظهر عليه الارتياح وبدا بقى يهتف هتافات كده استفز بيها جمهور الاتحاد وبدا يقول يعني هينزل هينزل وده بقى اللي استفز جمهور الاتحاد وبدا يخلي جمهور الاتحاد
يعني يرد على جمهور الاهلي وبدا يهتف كده الدوري راع او الدوري ضاع، وبدا على طول يعني يحصل مشاده كده ما بين الجمهورين، لكن اكتر من حد بدا يحدي الاوضاع شويه. جمهور الاهلي ما بيبطلش يهتف، الكل بيرقص والكل بيحتفل والكل باين عليه السعاده الكبيره في المدرجات، وده بقى اللي واضح على دكه الاهلي اللي بدات على طول يعني محمد محمود يمازح كده فخري اول لما تم تغييره، وبدا يضحك معاه وبدا يعني يحييه ويوجه له تحيه كده اثناء خروجه بعد عمليه التغيير. طبعا الكل بيحتفل في المدرجات عند الاهلي، والكل بقى في مدرجات استاد برج العرب عند جمهور الاتحاد قاعد حزين وقاعد غضبان وقاعد متضايق بشكل قوي جدا. كلهم قاعدين، كل جمهور الاتحاد قاعد باين عليه الحزن الكبير جدا، يعني الرجاله او المشجعين من كبار السن من جمهور الاتحاد كلهم قاعدين وباين اللي هم يعني زعلانين جدا، وباين اللي هو يعني الحزن باين عليهم جدا. بدا بقى يغضبهم وبداوا يهاجموا لعبتهم اكتر من مره، وباين الحزن على الجميع. بدا بقى في اللحظات الاخيره كده كابتن عماد النحاس يقعد جنب مساعديه ويقول لهم يعني احنا هنعمل ايه وايه اللي بيحصل دوت. كان واضح اللي هو خلاص اقتنع او خلاص بدا يعني يلوح كده لكل مساعديه اللي دي هتكون المباراه النهائيه كده للكابتن عماد النحاس مع يعني الاتحاد، لما بدا يقول لهم كده يعني احنا هنعمل ايه تاني. وبدا على طول بقى الارتياح لحد ما يظهر على دكه الاهلي وعلى جمهور الاهلي اللي ما بيبطلش يهتف واللي على طول بيهتف للعيبته وعلى طول بيحتفل في المدرجات. طبعا اول لما انتهى اللقاء على طول بقى يعني كابتن عماد النحاس وكل مساعديه بيغادروا في حاله حزن قويه جدا، وبيبدا بقى الغضب يظهر على عبد المنصف كده حارس الاتحاد النهارده اللي بدا على طول يتكلم مع احد اللاعبين بسبب هجوم اللعيبه او الجمهور. اكتر من حد بدا يعني يهاجمه كده، بدا على طول يغادر وبدا يظهر عليه الحزن الكبير جدا. جمهور الاهلي بيهتف لكل اللعيبه وبيسقف لهم بشكل كبير جدا، حيوه بشكل كبير. كل لعيبه الاهلي بتغادر كده في صوره فرحه كبيره جدا واضحه على الجميع. جمهور الاهلي بقى يعني الامن اخر خروجهم عن جمهور الاتحاد، ففضلوا واقفين في المدرجات بعد نهايه المباراه اكتر من ربع ساعه كده بيهتفوا وبيحتفلوا كده مع بعض كده بالفوز على الاتحاد النهارده. يعني النهارده بنقول لكل جمهور الاهلي وكل لعيبه الاهلي وكل مسؤول الاهلي مليون مبروك على الانتصار الغالي اللي بيحققوه على الاتحاد بنتيجه 3-0، وهارد لك لكل لاعبي الاتحاد وكل جماهير وكل مسؤولين. Thank you.